تعودنا أن نرى التنافس والحوار بأقدام اللاعبين على أرضية الميدان، يقدمون أنفسهم ويعبرون عن إمكاناتهم الرياضية بأدائهم وبصناعتهم وتسجيلهم للأهداف، ويتفوق لاعب عن آخر بالإمكانات المختلفة. هنا مشاهدينا الكرام حوار بطريقة أخرى، حوار فني بأصوات فنية جميلة تتحدث عن مميزات عدد كبير من اللاعبين الكبار. مع احترامي لنيمار واحترامي لمبابي، زي ميسي لاعب ما صار ولا واحد لمس الطابي، لاعب تكتيك وإبهار، باور وطاقة وإيجابي، اسمه سيد عالي كبار، أسطورة الأرجنتين، أسطورة الأساطير، مارادونا الأرجنتين، علا اسم نابولي كثير ورافع اسم المدينة، وقته ملها تفسير غيره ما عبى عيني، وفي من أهدافه الكثير واحد في إيده اليمين. رونالدو لاعب فنان بس المدرب بندوق، بظلم مسيرة إنسان متربع عالكم فوق، لكن اشهد يا زمان عالبرتغال المرموق اللي حقق يالمكان بسن 37. إن بدك لعيبة اليوم وأقول لك مين الحاضر، ليفاندسكي بالهجوم لما يمشي ويناور، ولما يقحم يوم بيوم بيبقى للخاصم غادر، أهدافه يلي بتدوم بتعده من الملهمين. عندك رونالدو الأول الظاهرة البرازيلي، مثله ما حدا سجل بالتمريرات الطويلة، صدق لو عمره أطول حسب فكري وتحليلي، إلا اسمه يتسجل من كبار اللاعبين. لازم تحكي عن زيدان إن كانوا حط الترتيب، كان أفضل لاعب كانوا برضو الأفضل بالتدريب، وما قبل بملعب ينهان لا تقع الراس العجيب، خربط بطنه بالصيفان ووقع خصمه على اليمين. لك شو بدي أحكي يا خال عن بنزيما الحكومة، جاي بدور الأبطال والإسباني محسومة، والق 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 براسه وإجره المغلومة، هيك معنى الشاعر قال بنعرف له هي يا فاطين. لعمل نادي من البلاد وباسمه على الإعلامي، بس أعطيني 10 بلاد يا شادي من فلامي، حتى أمشي معهم غادوا بالملعب لاستسلامي، واسمي يسطع به البلاد واتفوق على الغربيين. لك أعطيني محمد صلاح محرز مين الجزائر، هذول العرب الأقحاح وفيهم واحد مغامر، يعني ملاح 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 بشهدوا هالأكابر، كل واحد فيهم سفاح البهجم هنا أو هن. بعرف شادي البوريني لما ينزل على الملعب، عقبال الجماعيني بأول الشوط بيتعب، ما بيقدرش يلاقيني باغلبه، لا تتعجب لما نسدد بيميني، الحارس بهرب عيني.